ويندو بيوتي فقرة بتهتم بالجمال بجميع تقنيات الجمال وخصوصا الحديثة منها. اليوم معي السيدة رانيا معن من بيروت بيوتي لونج. صباح الخير رانيا. صباح الخير رانيا. حضرتك صاحبة بيروت بيوتي لونج، له 4 سنين فاتح، إنما أنا بحب نوه بشغلة إنه حضرتك درستي أو معك دكتوراه بمحاربة الشيخوخة من ألمانيا، فيعني عم نحكي هون عن تقنيات متخصصة جدا، عن وسائل متخصصة جدا وحديثة جدا. بدي تذكرينا وين بيروت بيوتي لونج وشو عندكم خدمات؟ نحن بيروت بيوتي لونج بشويفات طريق العام. عنا انتي ايجينج، نحن فور بودي اند فيس، كل شيء جسم ووجه. بلس انه في البارت اللي هو السليمينج اللي هو للتنحيف، بودي تونينج اند اكيد انتي ايجينج للبودي. نعم، يعني هون عم نحكي بالتقنيات للجسم، اي تقنيات يمكن ضد السليوليت، تقنيات بتنحف وايضا بتشتغل على البشره، بشره. نعم. الجسم بشكل خاص، وبتشتغل كمان من جوا على الديتوكس اللي هو من زيل السموم من الجسم. نعم. بلس بنشتغل على البودي تونينج اللي والبودي شيبينج. نعم. فطبعا هيدي التقنيات يعني حديثة وخبرتي بتزيد عليها ودراستي أكيد. نعم. قبل ما نحكي اليوم عن الميزوثيرابي 4D اللي عندك إياها طبعا بشكل يمكن حصري، رح نقول خلينا هيك نحكي شوي عن تقنيات الجسم اللي ممكن تساعد لتنحيف الجسم أو مثل ما تفضلتي وقلتي لتنظيف الجسم، نوع من دايت يمكن. شو فينا، كيف فينا هيك نقسمهم شوي؟ أوكي. فينا نقسمهم على مراحل. فينا نقول في عنا البروغرامز اللي بنعطيها نحن عادة يعني ببيروت بيوتي لونج اللي هي بتكون مدروسة حسب الشخص وحسب اللايف ستايل اللي له. بنرجع هون هل ممكن يكون في دايت معين عم يتبع يعني مع أخصائيين؟ طبعا الدايت هون بيرافق هيدا البروغرام اللي نحن بنمشي فيه. عادة بروتوكول بيتركب حسب قلت لك حسب الشخص، سبيسيفيكلي لشخص معين بيتركب على طريقة حياته، على طريقة أكله، على طريقة حركته، يعني كلها تتركب على حسب هيدا الشخص شو بينامه، نمط عيشته يمكن. نعم. كيف كان ياكل غلط او ما يعمل رياضه. صح. او اي شيء ثاني مخزن بجسمه يمكن. التقنيات كثير بتساعد نحن وعم نشتغل، لانه التقنيات عم بتوصلنا على محلات نحن صعب كنا نشيل هالدهون من هالاماكن المعينه. نعم. رانيا عم تقولي لي عن بروتوكول، لما نحكي عن بروتوكول يعني في كذا شغله رح تنعمل. صح. يعني يا ريت هيك بتعطينا امثله صغيره يعني لنستوضح. صح. عن الموضوع. رح ارجع فكرة البروتوكول. تركيبة البروتوكول عادة بأي بروجرام هي بشكل رئيسي ترجع لخبرة الشخص اللي هو عم يعمل البروتوكول. وعلى هيدا يعني كل شخص بيحتاج لتقنيات مختلفة لحتى يوصل للنتيجة اللي بدنا إياها بشكل أسرع. أي ممكن يعوز ماشينز معينة؟ بيعوز ماشينز، بيعوز برودكتس، sometimes بيعوز أكيد البروغرام الدايت أكيد بيرافق، بس البروغرام الدايت هوني بدي كتير ركز على شغلة، إنه في ناس بيفتكروا إنه خلص ما نحن كنا بنعمل بروغرام ونوصل للنتيجة اللي بدنا إياها. بقول لهم لا، لأنه البروغرام الدايت يمكن يكونوا عم بيأكلوا أقل من ما لازم يأكلوا، طريقة مختلفة. نعم. هن بيناسبهم طريقة أكل مختلفة عن التاني، بلس في فحوصات دم اللي هي كمان كتير متطورة، اللي مثل الأمي برو. نعم. اللي هو بنعرف إكزاكتلي أي أكل عندهم انتولرانس، وبالتالي بيخليه مي يعني ما يضعف بالشكل المضبوط وبالسرعة المطلوبة. وهون ميزة بيروت بيوتي لونج أنه عم بيكون في تدقيق جدا بكل ما يختص أيضا بالصحة. صح. يعني قبل ما نبلش تجميلي عم نشتغل على الصحة وعم ننتبه على الصحة بشكل عام. رانيا، طبعا أخصائيين بجميع المجالات، أخصائيين على كل ماشين موجودة عندكم. طبعا. أرقام التليفونات والعناوين عم تمرق اليوم معنا على الشاشة. خلينا ننتقل على تقنيات الوجه. أوكي. وأيضا رح نفوت بتفاصيل الميزوثيرابي الجديدة ببيروت بيوتي لونج. الخبرة هي أنا بعتبرها أنه هي أكثر سلاح بنقدر نشتغل عليه. هو لأنه لما يجي الشخص لعندك
مش هي انه والله هيدا بشرته دهنيه هي بشرته ناشفه. الشغل بيصير كثير اكثر ديب. بلس انه اذا شخص عنده مشكله معينه ما بنشتغل بس على المشكله، بنشتغل على المشكله وبنمنعها انه تصير مره ثانيه، يعني بنلغيها من اساسها. بنلغيها من اساسها وبنشتغل على بروجرام كامل اللي هو شو السبب، بنشتغل على هيدا السبب وبيتابع الشخص بكل حياته انه ما ترجع تعاود نفس المشكله. يعني مثلا اذا عم نحكي عن الاكني بتجربوا تلاقوا السبب الاساسي للاكني وتحاربوه من صح 100%. مثلا الاكني عاده الناس كلها بتشتغل بسيستم معين اللي هو معروف انه في عندنا التهابات بهالحبوب تحت الجلد، ف الناس بتشتغل على انه تنشف لك السكن. ببيروت بيوتي لونج بنعتمد شيء اسمه انتي ايجينج، لانه انا مش بس بهمني انه نشف لك الحبه بالتالي نشف لك الجسم كله، ما بناخذ بيلز ابدا، بالعكس بنشتغل دايركتلي على الحبه لحتى ننشفها، وبنفس الوقت بيكون الجلوينج بوجهك عم بيتزايد ديورينج ذا بيريد اوف تريتمنت. هيدي عاده بغير مراكز او بغير سيستم علاجات بيكون كثير مختلف عن هيك. نعم، بلشنا نشوف البعض من الصور هون. شو في هون عم نحكي هون اللي بلشنا فيه هو ال 4D الثريدنج للميزو. هيدا نيو تكنولوجي بيسكلي. هيدي الطريقة اللي صرنا نتفادى جراحة 100% إذا بدك، أو خلينا نجي نقول للأشخاص اللي ما عندهم ترهل واضح على وجههم وما بدهم يفوتوا بالجراحة أبدا، يعني ما بدهم يعملوا عملية ليفتينج بكل بساطة. وهون كمان أيضا يمكن بدهم يتفادوا الأوبر الانجكشن. هيدي التقنية شو هي بالتحديد رانيا؟ أوكي، هيدي الثريدنج 3D هي ليفتينج بدرجة أولى. وهون بدي أذكر إنه الأشخاص اللي هن عندهم ترهل بوجههم اوريدي صار الترهل، ما مش معناتها فات الأوان. يعني نحن بالميزو العادي الميزو ثيرابي أو الثريدنج اللي هو على شكل قليل بيكون فينا نشتغلهم بس بشكل إذا بدك إن إذا قبل ما يعني بريكوشن يعني قبل ما يصير يعني قبل ما تترهل الجلد كليا. صح. لما منحس انه في بلشت عم يعني تتعب، بلشت عم ترخي شوي الجلد، بنعمل هالميزو لنتفادى انه يرهل. هلا عم بيكون في خيطان جوا؟ صح، هون عم بيكون في خيطان عم بتفوت الابره وبينترك الخيط وبتنسحب الابره. هلا نحن بنشوف بالصور انه ديورينج ما نشك الإبرة ونترك الخيط عم نرجع نحط الصوليوشن وبتطلع الإبرة. والصوليوشن هو كمان كتير مهم لأنه عم بيساعد على خلق الكولاجين تحت الجلد. يعني عم بيكون في خيط وأيضا عم بيكون في برودكت معين عم بيكون. صح. عم يدخل تحت الجلد. شو هيدا البرودكت؟ البرودكت هو الستام سيلز أجمالا. في يعني إذا واحد بده يستفيد بالاثنين سوا فيه يعمل الستام سيلز during this procedure. الستام سيلز هن بيساعدوا لتجديد الخلايا رانيا؟ هو أكيد بيساعد على تجديد الخلايا، بيساعد على خلق خلايا جديدة من الكولاجين لأنه الجسم بعمر معين بيوقف يخلق هالكولاجين. فهن عم بيساعدونا بشكل مكثف على خلق هالكولاجين بهيدي المنطقة. هل هالعملية الصغيرة يعني مؤلمة؟ لانه عم نشوف هيك شويه احمرار هون، ابر عم تدخل ايضا. نعم. بالجلد. هيدي العمليه ابدا ما فيها وجع لانه في توبيكال، يعني بنحط نحن بنج بشكل على الجلد من برا سطحيه. نعم. وبينشغل، يعني ما بتحسي ابدا بشكات الابر لان الابر كمان رفيع لدرجه كبيره. نعم. فما بتعودي تحسي فيهم ابدا. وما فيه يعني ما فيه هالوجع اللي ومن بعد العملية قد ايه بدها انتباه؟ او يمكن ما فيها سيدة تظهر من البيت لحتى ما يبين او التورم او احمرار او اي شيء ثاني؟ هي بتتراوح من اسبوع لاسبوعين، يعني هيدي هيدي الفترة اللي بتتراوح فيها، لانه ممكن هالابر كمية الابر لانه مثل ما ملاحظين هون مثل في عندنا مثل شبكة ابر. نعم. اللي هي من نحقنا بالوجه، وهل الابر رح ينترك
تحتهم الثريتس اللي هو الخيطان. فهود الخيطان اللي رح ينكتركوا رح يبقوا بقلب الوجه، فممكن يشكلونا شوي من الإديمة اللي مثل دبغات تحت الجلد شوي. فأكيد بده يكون في مرحلة هيلينج اللي هي المرحلة اللي لازم الشخص ما يطلع فيها لبرا. وطبعا كتير. حسب الكمية اللي عم تنعمل، يمكن هل كل الأشخاص رح يعملوا الوجه كله أو ممكن نختار منطقة من الوجه؟ 100%. سؤالك كثير مهم، لانه في اللي بيشوف هيدا الفيديو او بيشوف البروسيجر بيفكر انه هو ملزوم يعمل كل هيدي النت. ممكن في اشخاص عندهم الترهل يكون من الرقبه ونزول، ممكن يكون عندهم بس بالمنطقه العاليه هون. اذا هيدا الريزلت هيك بتظهر الكلاينت من عنا. هلا طبعا ممكن يكون في زرق بعد يومين شوي اللي هو خفيف اللي هو بيتغطى بالفونديشن 100% يعني. بس طبعا نحن ما فينا نجي نقول انه قبل الاوكيجن دغري فيك تطلعي. نعم. بما انه عم نحكي عن الاوكيجنز رانيا، شو ممكن ينعمل هيك بشكل سريع اذا شخص عنده مناسبه معينه وما عنده وقت طويل، ان كان عرس او اي شيء ثاني؟ اوكي. في تقنيات كمان بتشتغل على ستيميوليشن للمسلز، بنفس الوقت بنشتغل على الاندوديرم كمان بتقنيات مثل الراديو فريكوانسي. هيدي بتعطيك شد الجلد بشكل كتير سريع. بس اذا واحد بده يعمله، يعني انا بنصح فيه للعروس كتير، لانه قبل عرسه كتير بيكون في تنشنز وكتير بيكون في يعني صعوبة انه تبين كتير ناتشرال ومرتاحة. وبتعتبر هي بتعتمد الميك اب، بس بدي اقول انه دائما البشره والعضلات كثير بياثروا بالوجه وخصوصا قبل ما يعني دائما قد ايه لازم ناخذ وقت رانيا هيك بمعدل معين قبل ما نكون عم نهتم بوجهنا قبل البشره؟ فينا ناخذ بس مجرد يوم او يومين فينا نعمل هيدي التريتمنت اللي هو بيبين الوجه كثير مرتاح، كثير جلوينج وشاينينج. وهيدي الشغله اللي بتحمس عندكم. اهلا وسهلا فيك سيده رانيا معن من بيروت بيوتي لاونج. اهلا فيك. ثانك يو. بريك ومنتابع MTV Live.